الفرحة تدخل بيت الفنانة نجاة أعتبو بدخول مولودتها الجديدة. لنتعرف على التفاصيل في هذا الفيديو، في خطوة تعكس جانبا إنسانيا عميقا من شخصيتها. نشرت الفنانة المغربية الشهيرة نجاة أعتبو مؤخرا مجموعة من الصور التي تبرز جانبا من حياتها الشخصية. الصور تظهرها وهي تحمل كلبتها الصغيرة الجديدة داخل السيارة، حيث تبدو العاطفة والحب واضحين في كل لقطة. أعتبو التي تعرف بموهبتها الفنية وشهرتها الواسعة في العالم العربي، استخدمت هذه الصور لنقل رسالة إنسانية مهمة. في تعليقها على الصور قالت نجاة أعتبو: صباح الخير أحبابي، كنقدم لكم هذه الغزالة، مولودتنا الجديدة. شكون منكم مربي الحيوانات وشنو مسميينهم؟ ارحموهم في هذا الصيف واعطيوهم يشربوا وياكلوا باللي قدرتوا عليه، خصوصا اللي في الشوارع. تحياتي، أحبكم. من خلال هذه الكلمات تبرز الفنانة الكبيرة نجاة أعتبو التزامها برحمة الحيوانات وتقديرها لأهمية العناية بها، خاصة في فصل الصيف الحار الذي يشكل تحديا كبيرا للحيوانات المتشردة. دعوتها إلى توفير الطعام والماء للحيوانات في الشوارع تعكس وعيها بأوضاعهم وتدعو إلى العمل من أجل تحسينها. تعتبر هذه الرسالة جزءا من التزام أعتبو بالقضايا الإنسانية والتي تتجاوز حدود عملها الفني، فهي ليست فقط فنانة بارزة بل أيضا شخص يسعى إلى استخدام منصته للتأثير الإيجابي على المجتمع. اهتمامها برفق بالحيوانات